يقول أصلي لكنني أكون شارد الذهن والقلب، هل حكمي كحكم تارك الصلاة وهل علي إثم كبير؟ ليس حكمك مثل حكم تارك الصلاة لأنك صليت، لكن ينقص الأجر، وقد لا يكون لك أجر أصلا في الصلاة هذه لأنه لم يحضر قلبك فيها، وليس لك من الأجر إلا بقدر حضور قلبك، ربعها نصفها كلها حسب حضور قلبك. أما الصلاة فقد صليت في الظاهر وأتيت بها. نعم.